اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم نقاط الضعف والقوه المتواجده في نادي الهلال السوداني. ازيك يا دكتور؟ مبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام. بس انا كنت عايز اقول التشكيل، فمعلش خليني اقول التشكيل الرسمي للنادي الاهلي مره اخرى. محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، ايمن اشرف باك شمال يا جماعه، عشان في ناس بتاخد مننا يعني كل المواقع خدت مننا وكل الناس خدت ورانا على طول، فايمن اشرف بيلعب باك شمال. ياسر ابراهيم ورامي ربيعه اثنين قلوب دفاع، عمرو السليه واليو ديانج اثنين في وسط الملعب، حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه وجونيور اجاييه، وفي الامام مروان محسن راس حربه للنادي الاهلي في هذه المباراه. وشويه بس او بعد قليل هقول لحضراتكم على احتياطي النادي الاهلي في هذه المباراه. دكتور احمد، يعني اعتقد ان هناك نقاط ضعف واضحه في نادي الهلال السوداني، وايضا هناك قوه واضحه لنادي الهلال السوداني. طبعا يعني هو التشكيل برضو الناس هتسال اول سؤال هو علي معلول فين؟ ده برضو بيرجع ان ريني فايلر احنا لما ذاكرنا فريق الهلال السوداني لقينا ان هو نقطه القوه الرئيسيه بتاعته أطهر الطاهر الظهير الايمن، هو اهم سلاح واحد من عندهم هدفين ومن الهلال السوداني مسجل هدفين وصنع هدف بالزبط. يعني مسجل هدفين في دور المجموعات، وبالتالي قد يكون البدايه النهارده بايمن اشرف. هو برضو علي معلول كان غير موفق في المباراه اللي هي بتاعه بلاتينيوم هناك في زيمبابوي، فقد يكون النهارده ايمن اشرف بحيث الدور الدفاعي بتاعه ان هو يغلق الجبهه دي تماما. اعتقد ان ده التفسير الفني لمشاركه ايمن اشرف النهارده كظهير ايسر. يعني السؤال اللي اكيد كل الاهلاويه بيسالوه عدم او غياب علي معلول عن التشكيل الاساسي للنادي الاهلي، التشكيله الرئيسيه حتى الان، ولكن لسه لغايه لما يجي لنا التشكيله الاحتياطي. يعني اتفضل. هي مباراه ما بين الفريق في دور المجموعات اكتر فريق استحوذ على الكوره النادي الاهلي، واقل فريق استحوذ على الكوره نادي الهلال السوداني. ايوه. اذا فريق مدربه بيعشق الاستحواذ، وفريق مدربه بيسيب الكوره وبيلعب باسلوب اللعب المباشر. كمان مباراه ما بين اكتر فرقتين صنعوا فرص محققه. النادي الهلال السوداني رقم واحد والنادي الاهلي رقم اثنين، كمان اكتر فريق صنع فرص في دور المجموعات واكتر فريق اهدر فرص في دور المجموعات الهلال السوداني. يعني الهلال السوداني ده برضه حاجه خطر، ان انت تشوف اكتر فريق صانع فرص وبيضيع، نستمر ان هم يضيعوا الفرص دي باذن الله. لو بصينا على الارقام هنلاقي طبعا هم مسجلين كمان 6 اهداف زي النادي الاهلي في دور المجموعات. مقارنه ما بين ارقام النادي الاهلي ونادي الهلال السوداني في دور المجموعات هنلاقي ان هم مسجلين 6 اهداف. أيوه. الهلال السوداني سجل في جميع المباريات في دور المجموعات سواء بره او جوه ملعبه. النادي الاهلي مسجل 6 اهداف، دي اول حاجه. بالنسبه لاستقبلت شباكه اهداف، نادي الهلال السوداني استقبل 5 اهداف، نادي الاهلي استقبل 3 اهداف بس. ده دليل ان الفرقتين على المستوى الهجومي بالارقام متساويين، على المستوى الدفاعي النادي الاهلي اقوى كتير، حافظ على نظافه شباكه 2 و2. نيجي لمعدل الاستحواذ على الكوره، فرق كبير جدا في معدل الاستحواذ هنا 60 و4 والهلال 39، يعني النص. فده بياكد ان النادي الاهلي طبعا رقم واحد في الاستحواذ، الهلال هو الاقل. عدد التمريرات في المباراه الواحده النادي الاهلي 444 تمريره في المباراه الواحده، نادي الهلال بيعمل 208 تمريره. ده برضو بياكد فكره الاستحواذ. وعلى فكره برضو وجود محمد مجدي قفشه مدرب تاني كان يقول لك انا ابدا بمحمود متولي ارتكاز ثالث ودافع، وجود محمد مجدي قفشه دليل ان فايلر النهارده عايز يستحوذ على الكوره برضو ويعمل سيطره ويفرض شخصيه النادي الاهلي، وفي نفس الوقت واخد حذره بوجود ايمن اشرف كباك ليفت لاغلاق الجبهه اليمنى القويه عند الهلال السوداني. نيجي لعدد التمريرات الطوليه، هم بيعملوا 19 تمريره طوليه، برضو رقم بياكد ان هم دايما بيلعبوا اسلوب لعب مباشر، وعلى فكره هم مميزين قوي بالتمرير الطولي في العمق. اخطر حاجه النهارده ليهم التمرير الطولي في العمق. عدد العرضيات ليهم 10 في الماتش الواحد، احنا بنعمل 18 عرضيه في الماتش الواحد. برضو المحاولات، رغم ان احنا قلنا ان هم يعني قليلين قوي بيستحوذوا على الكوره، الا ان هم عدد محاولاتهم قد عدد محاولات النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعمل 10 محاولات في الماتش الواحد، نادي الهلال بيعمل 10 محاولات في الماتش الواحد، وده رقم كويس جدا. بالنسبه لصناعه الفرص، نادي الهلال السوداني اكتر فريق في دور المجموعات قبل الجوله السادسه صنع فرص، صنع 16 فرصه، اهدر منهم كام؟ 11. هو اكتر فريق صنع فرص واكتر فريق اهدر فرص. النادي الاهلي تاني اكتر فريق صنع فرص 12 فرصه، وتالت اكتر فريق اهدر فرص 8 فرص. عدد المراوغات الناجحه هم عندهم الحل الفردي افضل مننا شويه 7 و2، احنا 7. معدل التاكلنج الصحيح 17 و4، احنا 15 و2. تشتيت الكوره النادي الاهلي اقل فريق في تشتيت الكوره، ده دليل على ايه؟ على فكره الاستحواذ بتاعه رينيه فايلر.
برضو في رقم مهم جدا، ان لعيبه الهلال السوداني اكتر فريق، تاني اكتر فريق ارتكبوا ضربات جزاء. ده دليل على ضعف خط دفاعهم، بيرتكبوا ضربتين جزاء في دور المجموعات. النادي الاهلي اكتر فريق حصل على ضربات جزاء 2. فده النقيض. الحاجه كمان اللي بتاكد النهارده هيبقى المباراه فيها عنف كبير، هم لعبهم اكتر فريق حصل على كروت صفراء في دور المجموعات الهلال السوداني، اخد 17 كارت اصفر. ايوه، فده دليل ان المباراه هيبقى فيها نوع من العنف او الخشونه او الالتحامات. وان شاء الله مهم جدا لعيبه النادي الاهلي تحديدا في اول 10 دقائق ان انت تفرض شخصيتك، تاخد الالتحام الاول تكسب. صح. وتفرد شخصيتك في اول 10 دقائق عشان كمان تمتص الحماس الجماهيري، لان الجماهير ماليه الملعب. التشكيل المتوقع بقى لنادي الهلال السوداني المتوقع لسه مش الرسمي، متوقع بنسبه يعني 90% تشكيل الهلال السوداني هيبقى ده. يمكن هم لعبوا في اخر ماتش بثلاثه ورا، ولكن هو النهارده هو عنده مشكله في الباك ليفت، مشكله الهلال السوداني في الباك الشمال اللي هو فارس عبد الله. فهو النهارده بيحاول ان هو يلاعب عبد اللطيف بوي اللي هو بيلعب مساك، هيوظفه كباك ليفت. يعني عبد اللطيف بوي ده بطيء برضو على فكره، برضو يعتبر انا بشوفه كارثه دفاعيه. يعني انا شايف ان الجبهه دي حسين الشحات ان شاء الله لو لعب في الجبهه دي النهارده هو اساسي، يلعب في الجبهه دي مع محمد يعني هاني. شكل الملعب ما فيهوش الا حسين الشحات يلعب باك ناحيه اليمين. فيقدر ان هو يستغل الجبهه دي. حارس المرمى جمال سالم ده اوغندي اصلا بيلعب في الهلال السوداني. الاثنين المساكين عمار الدمازين ومرغني، اطهر الطاهر وده نعمل عليه دايره كبيره جدا اللي هو رقم 26. ليه؟ لان ده اهم لاعب عندهم. تاني اهم لاعب عندهم اللي هو ابو عقله النهارده بيرجع اللي هو رقم 2، ده بيعتبر كاسحه الالغام عندهم في وسط الملعب. ارقامه كمان هنشوف ارقام ليه متفوق على ديانج في بعض الحاجات في المقارنه. نصر الدين الشغيل ده برده بيرجع، الاثنين الارتكاز بتوعهم مميزين جدا. نيجي للجناح اليمين، باشا الصغير رقم 5 صانع العاب مميز جدا، وسليم محمد ناحيه الشمال. الاثنين المهاجمين عماد محسن المهاجم العراقي ووليد الشعله لسه جايبينه في فتره الانتقالات الشتويه، فتره الانتقالات. وهم النهارده بيلعبوا يعني الاقرب 4-4-2، ممكن تتحول ل 4-3-1-2 بنزول سليم محمد وباشا الصغير. يعني بدل ما الطريقه كده 4-4-2 تلاقي باشا الصغير دخل في العمق والثلاثه يفردوا كده، فالطريقه تتحول ل 4-4-2 دايموند اللي هي 4-3-1-2. نفس الفكره ديت اللي هي ايه، بدل 4-4-2 بس الاغلب اللي هي 4-4-2 و2 فراوده. وطبعا عندهم محمد موسى الضي في الاحتياطي، اعتقد ان هو هيكون ورقه رابحه ممكن يبدا بيه ويفاجئ النادي الاهلي، بس يعني هو بتاع نص ساعه محمد موسى الضي بيبقى ورقه تغييره اللي هو نزل وجاب الجون الفوز. طيب معلش يا دكتور، منذ قليل حافله النادي الاهلي في طريقها الى ملعب الجوهره الزرقاء في العاصمه السودانيه الخرطوم. زي ما حضراتكم شايفين من الواضح ان هناك الامور طيبه، الامور جيده، تأمين على أعلى مستوى من إخواتنا في السودان، كل الأمور ماشية الحمد لله بشكل جيد جدا. حتى كلام كريم مراسلنا كريم أحمد من أرض الملعب الحقيقة بيقول لنا أن كل الأمور جيدة والأمور ماشية بشكل جيد. طبعا بعيدا عن أن هناك 65,000 متفرج يمثل ضغط على اللاعبين، ولكن لعيبة النادي الأهلي من المفترض أنهم يكونوا متعودين على مثل هذه الأمور، أن أنت تلعب ضد 65,000 و80,000 و90,000. ده الطبيعي الحقيقة دايما اللي كنا بنشوفه خلال الفترات السابقة، وصول أو تحرك الأتوبيس النادي الأهلي إلى ملعب المباراة ملعب الجوهرة الزرقاء. خلي برضو اللقطات دي وإحنا بنتكلم يا سمير على ملعب او التشكيل المتوقع للهلال السوداني. اتفضل. هنبص بقى على احصائيات مباراه الهلال اللي هي في السودان. ارقامهم ايه على ملعبهم؟ هنبص على ملعبهم في الماتشين اللي لعبوه قبل النادي الاهلي. الماتش الاولاني كان قدام النجم الساحلي اللي هو كسبوه، المباراه انتهت 2-1 للنجم الساحلي. النجم الساحلي كسب الهلال هناك. ايوه، نسبه الاستحواذ هنلاقي ان هم كانوا متفوقين على النجم في الماتش ده. يعني النجم ما عملش حاجه خالص في المباراه، يمكن هم كانوا متفوقين في كل حاجه. دي مباراه الجوهره الزرقاء اللي هي في السودان. النجم راح 9 محاولات جاب منهم جونين. الهلال عمل 20 محاوله في السودان جاب جون واحد. فهم عندهم مشكله اهدار الفرص. لو بصينا على الرقم بتاع اهدار الفرص هنلاقي ان هم ضيعوا 5 فرص في الماتش ده. وعملوا 61 تمرير طولي. ونجيب بقى نعمل دايره على كام؟ على عدد العرضيات. عملوا كام عرضيه؟ 12. طيب نيجي نبص اطهر الطاهر عمل كام من ال 12؟ 13. 10. اطهر الطاهر لوحده اللي هو الباك اليمين عمل 10 من 12. 10 اطهر الطاهر عمل 10 عرضيات من 12 عرضيه. فده نسبه كام؟ نسبه 83.3% من عرضيات الهلال السوداني في ماتش النجم الساحلي من اطهر الطاهر. ايوه.
اظن ده يفسر وجود ايمن اشرف النهارده في التشكيله ليه. اهم حاجه معلش قول لي الارقام دي تاني، لانه جمهور النادي الاهلي الحقيقه بالملايين 67 او 68 مليون جمهور بيتفرجوا على طيب جمهور النادي الاهلي الحقيقه بيتابع المباراه او طبعا هيتابع المباراه، وبالتالي عايزين يعرفوا لماذا عدم وجود تضحك عليا لماذا عدم وجود علي معلول وايمن اشرف، وبالتالي الارقام دي هامه جدا. اتفضل. طبعا النهارده بنبص يعني نبص الارقام، الهلال السوداني في السودان قدام النجم عملوا كام عرضيه؟ 12 عرضيه. ال 12 عرضيه منهم 10 بس للباك اليمين اطهر الطاهر، يعني اتعامل 83% من عرضيات الفريق، صنع منها 5 فرص. ده الصوره اللي قدامنا على الشاشه دي بتفسر سبب وجود ايمن اشرف في التشكيل وخطوره اللاعب اطهر الطاهر، وبرده قدامه محمد باشا، باشا الصغير لاعب كويس جدا برده، صنع العاب مميز وسريع، هو بس سريع شبه محمد مجدي قفشه في لعبه كده بالظبط كده، بس على ارفع كمان وبالتالي الاثنين هيعملوا جبهه قويه، فالنهارده بتواجهها بايمن اشرف وجونيور اجاييه برده حاجه كويسه. نبص بقى على احصائيات الهلال في ماتش بلاتينيوم، رغم ان المباراه كانت على ملعبهم الا ان بلاتينيوم في الاستحواذ اعلى منهم، يعني 54% لبلاتينيوم مقابل 46% للهلال. نيجي بقى برده لاهدار الفرص، الهلال ضيع في الماتش ده 3 فرص من 22 محاوله، سجل من 22 محاوله هدفين بس، فهم عندهم مشكله في اهدار الفرص. طب عملوا كام عرضيه؟ عملوا 21 عرضيه في ماتش السودان قدام بلاتينيوم، 21 عرضيه منهم كام لاطهر الطاهر؟ 7. تاني قول لنا تاني الارقام، يعني مهم. الماتش بتاع النجم الهلال عمل كام عرضيه؟ 12 منهم 10 لاطهر الطاهر اللي هو الباك رايت تمام. النهارده ماتش بلاتينيوم في السودان عملوا 21 عرضيه منهم 7 لاطهر الطاهر، يعني تلت تقريبا التلت. وبالتالي الباك يمين مميز جدا، غير كده كمان ان هو برده عنده حته الزياده بيزيد قوي، تلاقيه جوه ال 18 جاب جونين وعامل جون يعني وبيشوط باكي، هو افضل لاعب اصلا في الهلال في دور الدوري ابطال افريقيا حتى الان يعني. ده بالنسبه للمقارنات في طيب نادي الهلال سجل 6 اهداف في 5 مباريات بدوري المجموعات، يعني كيف سجل نادي الهلال السوداني هذه الاهداف؟ ابرز نقاط قوتهم هم مميزين قوي بلعب التمرير الطولي تحديدا في المباريات الاخيره، يضربوك بتمرير طولي وهم ضربونا في الماتش الاولاني بتمريره طوليه في ظهر الدفاع. جابوا 3 اهداف من الستة، يعني نص اهدافهم تمريرات طوليه في العمق. هدفين من كرات عرضيه داخل منطقه الجزاء وهدف من تسديده اللي هي الاطهر الطاهر. طب نيجي نبص على الاحصائيه، مين هداف الفرقه في دور المجموعات؟ محمد موسى الضي اللي هو البديل، اللي هو رقم 10، ده البديل الذهبي بتاعهم، مسجل 3 اهداف. واطهر الطاهر في دور المجموعات مساهم اللي هو الباك اليمين، مساهم في 3 اهداف، احرز هدفين وصنع هدف. احرز هدفين وصنع هدف اطهر الطاهر. لو بصينا على الهدف الاولاني خلينا نشوف الاهداف بقى من خلال بعض الصور الحالات الفنيه، هنبص نلاقي ان اول هدف ده هم هدف جابوه في النادي الاهلي، ادي تمرير طولي اتلعبت في ظهر الدفاع، كان تقريبا سعد وربيعه او سعد وايمن اشرف اتلعبت في ظهرهم والمهاجم راح، ومين اللي زايد بقى؟ نبص على الصوره اللي تحت دي، اطهر الطاهر اللي كان في ظهر علي معلول هو اللي سجل الهدف فينا، اطهر الطاهر يعني اللي كان زايد في ظهر علي معلول ده الباك اليمين. تمام. الصوره اللي بعدها برضو هنبص نلاقي هدف، ده الهدف الاخير، ده برضو هدف في ماتش النجم في ملعبه الساحلي، برضو تمرير طولي في ظهر الدفاع، هم مميزين، ده اللي لعبها باشا الصغير دايما مميز بالدخول للعمق عشان يسيب الاوفرلاب من وراه لمين؟ لاطهر الطاهر الباك اليمين. قدام فراد جاب جول، وليد الشعله، وليد الشعله مهاجم مميز بالمراوغات الناجحه، ولكن هو حتى الان غير موفق في بسبب اهدار الفرص، نتمنى ان هو يستمر على كده. الهدف اللي بعد كده برده في بلاتينيوم، ده في بلاتينيوم برده تمرير طولي، مين اللي لعب الاسيست ده؟ اطهر الطاهر العمل تمرير طولي لمحمد موسى الضي اللي هو نزل بديل حطها جول. بص برضو على الصوره اللي بعدها، الهدف اللي بعده ده الهدف ده، مين اللي شاط الكره دي؟ اطهر الطاهر. فما فيش باك النجم الساحلي، تسديده من خارج ال 18، اذا اطهر الطاهر الباك اليمين اهم لعيب عندهم ومميز بالزياده وبالتسديدات من خارج منطقه الجزاء. تمام. برضو ده هدف تاني من كره عرضيه من فارس عبد الله. يا ريت فارس عبد الله لو بدا النهارده هتبقى حل حلو قوي للنادي الاهلي، نتمنى ان هو يبدا، يعني هو مميز على المستوى الهجومي ولكن ضعيف جدا على المستوى الدفاعي. الباك ليفت اللي هو ابو شعر. نيجي لتوقيت التسجيل بتاع الاهداف، هنلاقي ان هم بيسجلوا ما لهمش توقيت معين مسجل، ولكن يعني هم جايبين 6 اهداف منهم 4 اهداف في الشوط الثاني، 4 اهداف في الشوط الثاني من 6،
ده يمكن توقيت تسجيلهم للأهداف. إذن الهلال في الشوط الثاني برضو بيسجلوا أهداف كتير. نقاط الضعف بقى بتاعتهم. يلا نروح لنقاط الضعف لنادي الهلال السوداني. ازاي هم استقبلوا الاهداف؟ هنبص نلاقي الاحصائيه قدامنا، هنلاقي كيف استقبل الهلال السوداني الاهداف. هنلاقي اهم حاجه عندهم ثغره الجبهه اليسرى، تمرير طولي في المساحه خلف الظهير الايسر ثلاثه، اللي هي بيمثلها فارس عبد الله وعبد اللطيف بوي الاثنين. انت مهم جدا الجبهه بتاعت محمد هاني. قد يكون ريني فايلر النهارده بادئ بمحمد هاني وحسين الشحات على اساس ان الجبهه دي عندهم ضعيفه فعايز يستغلها، وبدأ الناحيه الثانيه بايمن اشرف عشان يبقى يتحول كمساك ثالث عشان يغلق الجبهه اليمنى القويه. يعني لو قسمنا الملعب لجبهتين، جبهه اليمين عندهم قويه فحط لهم ايمن اشرف، والجبهه الشمال عندهم ضعيفه فحط لهم حسين الشحات ومحمد هاني. طبعا يعني مش ضعيفه، لكن حط نواحي هجوميه اكتر شويه من النواحي من احمد فتحي مثلا. يعني بحيث ان محمد هاني مميز بحته الدور الهجومي، وان شاء الله يكون موفق يعني النهارده. برضه الهدف الاول، نستعرض بقى الاهداف، هنلاقي الحالات الفنيه الاولى، هنلاقي ده هدف للنادي الاهلي في شباكهم. نبص الباك الشمال تمرير اتلعب التمرير طولي في ظهره، فده النهارده محمد مجدي قفشه مهم جدا ان هو دايما يبقى فاتح وشه لفوق. ده سر من اسرار لعب محمد مجدي قفشه النهارده طبعا، حته التمرير الطولي في ظهر لحسين الشحات. نتمنى اللعبه دي تتكرر النهارده. تمام، ضرب جزاء لبلاتينيوم امام الهلال، نفس اللعبه اتلعبت برضه في ظهره في الباك الشمال وجت ضربه جزاء. هدف النجم بقى في الهلال، هدف النجم برضه اتلعبت في ظهر الباك الشمال تمرير طولي وجات جول. نفس الفكره. هدف اللي بعد كده برضه نادي الاهلي بقى لما برضه ده عبد اللطيف بوي اللي مرتكب ضربه الجزاء جونيور اجاييه. يعني اذا الجبهه اللي هي المساحه ما بين المساك الايسر والباك الايسر بتمثل ثغره دفاعيه واضحه للهلال السوداني. تمام. طيب استقبلت شباك نادي الهلال السوداني 5 اهداف، قول لنا برضو على توقيتات. هم في الشوط الاول استقبلوا 3 اهداف. في الربع ساعه الاخيره من الشوط الاول استقبلوا هدفين، دي اكتر فتره استقبل فيها الهلال الربع ساعه الاخيره من الشوط الاول، وبعد كده استقبلوا هدفين في اخر نص ساعه من المباراه. اذا نهايه الاشواط النهارده قد تكون باذن الله الحل السحري للتهديف للنادي الاهلي. طيب خلينا الشوط الاول ونهايه الشوط الثاني، خلينا نروح بقى للمقارنات ما بين اللاعبين جونيور أجاييه ومهاجم النادي الأهلي ووليد الشعلة أيضا مهاجم نادي الهلال السوداني. طبعا وليد الشعلة 21 سنة، لعب 7 مشاركات في البطولة كلها أحرز هدف واحد بس. أجاييه لعب 6 مسجل هدفين. الشعلة محاولاته أكتر من أجاييه، 2-4 في الماتش لكن أجاييه 1-6. ولكن أهم رقم اللي هو إهدار الفرص، الشعلة بيروح على الجون كتير جدا ولكن مضيع 4 فرص. أجاييه برضو أكتر لاعب في النادي الأهلي مضيع فرص 3 فرص. مستوى المراوغات الناجحة، الشعلة أعلى 1.6، أجاييه 1.4. نسبة الفوز بالالتحامات أجاييه أعلى 47%، وليد الشعلة 38%. تمام، نروح لصناع الألعاب مجدي قفشة وباشا الصغير. باشا الصغير 23، الاثنين نفس السن. احنا قلنا حتى نفس الشكل نفس الستايل، يعني 23 سنه. 23 سنه الاثنين. باشا لعب 7 مشاركات، قفش لعب 4 بس. قفش عنده 2 اسيست، باشا عنده اسيست 1. معدل الصناعه للفرص قفش اعلى 1.3، باشا 1 في الماتش الواحد. عدد التمريرات الطوليه عند قفش عاليه جدا 7.3 في الماتش الواحد. ايوه، وعدد المحاولات عند قفش اعلى بكتير 2.3، اما باشا 8.10 و2.10. اذا قفش افضل بكتير. طيب اثنين رؤوس حربة، مروان محسن وعماد محسن. الاثنين محسن، مروان محسن طبعا مصري، عماد محسن ده من العراق، عنده 23 سنة، طوله 181، أما متر و81 سنتي. يعني مروان 30 سنة طوله متر و87. أيوه، مروان مسجل هدف في البطولة وبيروح على الجون كام؟ 1.3 محاولة. أما عماد محسن نص. الرقم المميز اول مروان اللي اتكلمنا عنه في التحليل الماتش اللي فات، الفوز بالالتحامات الهوائيه. أيوة، مروان بيكسب 5 التحامات في الماتش الواحد، رقم كويس جدا. عماد محسن 3 برضو، واحد من الناس اللي هي عماد محسن محطه اللي هو زي مروان. ووليد الشعله هو اللي بيتحرك زي اجاييه. عدد المشاركات الدوليه برضو رقم مهم، مروان لعب 35 مباراه دوليه مع منتخب مصر، ودي بيتاكد خبرات مروان النهارده. اما 2 مشاركه لعماد محسن مع منتخب العراق. طيب اخر المقارنات ما بين اليو ديانج ومحمد ابو عقلة. النهارده عوده ابو عقلة هتفرق كتير جدا في وسط الملعب، لعيب من اللعيبه المميزه جدا، عنده 26 سنه. اليو ديانج 22 سنه، الاثنين لعبوا 6 مشاركات. اليو ديانج مسجل هدف
نيجي بقى لمعدل طبعا ابو عقله مش مسجل حاجه، معدل فوزه بالتحام ثنائي نبص نلاقي ابو عقله 7.8 قوي جدا في الالتحامات. ديانج 4 في الماتش الواحد، نسبه الفوز بالالتحامات عند ديانج 56%، ابو عقله 69%، التاكلينج برضو عالي، عنده ارقام مميزه جدا ابو عقله، هو يعتبر ثاني افضل لاعب في فريق الهلال السوداني بعد أطهر الطاهر. هم افضل اثنين يليهم وليد الشعلة برضو واحد من اللعيبه المميزه، ولكن الفينش بتاعه لسه بعيد شويه. بعيد طيب معدل التدخلات الدفاعيه 2 لاليو و3 لابو عقله، ابو عقله محمد ابو عقله لاعب نادي الهلال السوداني. عموما نتمنى ان شاء الله ان تكون هذه المباراه تخرج بما يليق باسم الفريقين. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، ان شاء الله نتقابل بعد نهايه المباراه ونشوف بقى ايه اللي هيحصل. شكرا لحضرتك وبالتوفيق باذن الله للنادي الاهلي. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر عباس هتكلم معاه كلام كتير جدا خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا اثير عن حكم المباراه، ولكن خلينا بقى نطلع هذا الفاصل وبعد الفاصل كابتن ناصر عباس نتكلم اكتر عن طاقم التحكيم لهذه المباراه.